بنعمل حاجات غبية يا جماعة، لو ركزتوا هتلاقي بنعمل حاجات كتير قوي غبية. وأكتر حاجة بنعملها غبية، مش احنا بس بنعملها، العالم كله بيعملها، إن احنا بنحاول نفك ألغاز الفراعنة، لأن الفراعنة كانوا قاصدين يشتغلونا. فعلا هما كانوا قاعدين، طلع واحد قال عارفين هنجنهم ازاي؟ هنحط لهم راس انسان على جسم اسد، انسان في حيوان، يلا. والمصريين فسروها على انها قوة مع الذكاء، وطلعت اشاعات كتير، قال لك ده ابو الهول من كتر ذكائه هو اللي قال لنابليون يكسر مناخيره عشان ما يشمش شهية نزلة السمان. ذكي قوي ابو الهول. طب عارفين حورس؟ مصريين ان شاء الله؟ ان شاء الله. حورس ده اللي هو راس نسر على جسم انسان، شالوا احسن صفه في النسر اللي هي جناحاته. يعني حورس ده لو نط من الشباك يقع على وشه. والمصريين برضو ما همهمش، حطوا صورته على ملف المونديال 2010. الاجانب بصوا عليه كده قالوا ايه ده؟ راس عصفوره بجسم لعيب كوره؟ دي اشتغال. وقف واحد مصري قال له على فكره ده فرعون، لو وريني كده فرعون لابس شورت، ده فرعون تافه، ده اجيب ملحق الفرعون ده. يلا صفر. ودونا صفر، ما جبناش حتى، جبنا كحكه يعني. صدقونا يا جماعه كانوا قاصدين يشتغلونا. لو بصيت على الخمسة جنيه، حد فيهم جرب يبص على الخمسة جنيه المصري؟ ايه عايشين في اليونان ولا ايه؟ لو بصيت على الخمسة جنيه المصري هتلاقي الناحيه اللي فيها الجامع مفهومه عادي جدا، الناحيه اللي عليها فراعنه عليها ثلاثه فراعنه بيحلبوا طور، والله بيحلبوا طور. طب دي جت ازاي بقى؟ طلع حمو الزيز بتاع الافكار بتاعهم قال لهم المره دي بقى هنرسم لهم على الحيطه ثلاثه عريانين بيحلبوا طور. يلا وبقى بيني لو حد فاهم حاجه، دول حلاليف ما حدش بيفهم. ولو بصيت على الجنيه ده، لو انت عايش في مصر يعني مش انت، وبصيت على الجنيه هتلاقي الناحيه اللي عليها فراعنه عليها اربع تماثيل، واحد منهم من غير دماغ. سالنيش ليه بقى اصلا. فانا عندي فكره كويسه لتمثال زي ابو الهول كده نشتغل بيه احنا الاجيال اللي جايه، وهيبقى فعلا بيعبر عن حاله المصري. احنا نحط راس انسان على جسم سلعوة طلع منه شكمان، ونحطه في ميدان التحرير. بس بجد يا جماعة والله انا فخور ان انا مصري ومن اصل فرعون. مش هتسقفولي ولا ايه؟ سقفولي. بس بجد انا عمري في حياتي ما هجيب مثلا توت عنخ امون والبسه طرطور وزمارة واقول ده رمز الكنافة مثلا وابعته بره. لان المشكلة ان المصريين كل واحد بيفسر الغاز الفراعنة دي على مزاجه، كل واحد على مزاجه. انا واحد جه قال لي انت عارف ان في راس ثعلب على جسم انسان؟ قلت له لا. قال لي عشان هو لئيم محدش يعرف عنه اي حاجة. واحد تاني جه قال لي عادي على فكرة مفيش حاجة يعني، ما هو بطوط راس بطة على جسم إنسان يعني. بطوط، فكرة بطوط راس بطة على جسم بطة عادي يعني.